السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا، ازيكم طلاب الصف الأول الثانوي؟ أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات البث، منصة البث المباشر إشراف وزارة التربية والتعليم. اليوم يا شباب معانا نص من النصوص الجميلة اللذيذة جدا، ألا وهو نص العفو المأمول. وقبل ما أدخل طبعا يا شباب في النص أو فرع النصوص، هفكر كده حبايبنا بلمحة بسيطة أو نبذة بسيطة جدا على عصر صدر الإسلام. طبيعي يا شباب كده إن عصر الإسلام لم يتوقف انتشار الإسلام واللغة العربية على جزيرة العرب، خصوصا لأن الإسلام يا شباب استقر الإسلام والعرب توحدوا بهذا الدين خارج حدود الجزيرة العربية إلى مصر والعراق وبلاد فارس وشمال إفريقيا. عموما يا شباب طبعا ازدهر الشعر مع بداية الدعوة الإسلامية، طبعا حيث الشعر يا شباب استخدم للدفاع عن الدين بمدح رجال الدين، وكان متأثرا بأسلوب القرآن العذب وبيانه الرصين، والرصين هو المحكم، وكذلك تأثر ببلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته التي لا مثيل لها. اللي يهمني طبعا يا شباب تعرف ان الشعر اتسم ازاي من حيث المعاني والخيال والاسلوب، ودي حاجة مهمة جدا. اولا يا شباب إن الشعر عندي قام بتهذيب، أو الأسلوب نفسه تهذيب ألفاظ اللغة بمحاكاة تقليد ألفاظ القرآن والسنة ومجانبة حوشي الألفاظ. هتقول لي حوشي معناها إيه؟ يعني غريب الألفاظ. لذلك ارتقى الإسلام بألفاظ اللغة، تمام، ويتوسع في دلالة الألفاظ بإخراجها من معنى إلى معنى جديد، تمام، واستعملت ألفاظ كالصيام والزكاة والصلاة والمؤمن والكافر. خصوصا بعد كده دخلنا في التأنق، التجمل في استخدام الأساليب والتفنن في أنواعها، ودخول أغراض جديدة على الشعر مثل شعر الفتوح والمغازي الذي فرضته دواعي الجهاد في سبيل الله. ده يا شباب لمحة بسيطة جدا على عصر صدر الإسلام، وأنتقل كده شباب سريعا إلى نص العفو المأمول. اللي يهمنا يا شباب في نص العفو المأمول، لازم تعرف حضرتك كده ان قائل النص هو كعب ابن زهير، وهو على فكره ابن زهير ابن ابي سلمى، وطبعا عارفين ان زهير ابن ابو سلمى من اصحاب المعلقات، وكمان بالاضافه ان هو كعب شاعر مخضرم. هتقول لي مخضرم يعني ايه مخضرم؟ مخضرم يعني عاصر العصرين او عاش عصرين، اللي هو عصر الجاهليه وصدر الاسلام. وطبعا يعني هو قال الشعر في حداثته ونشأ نشأة أدبية، يعني مثل معظم أهل الشعراء، وهو من أعرق الناس طبعا في الشعر، وأبوه زهير بن أبي سلمى وأخوه بجير وابنه عقبة وحفيده العوام، وكلهم طبعا شعراء، كلها عيلة شعراء شباب. طبعا مناسبة النص شباب، لما ظهر الإسلام أسلم أخوه بجير، فهجا كعب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما علم الرسول بذلك أهدر دمه، فخشي عليه بجير ونصحه بالتوبة، فجاء إلى المدينة وتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه، تمام، باللامية المشهورة، تمام، وطبعا أعجبت طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقام بخلع عليه البردة، تمام، وكانت طبعا بانت سعاده، فقلب اليوم مدبوله متيم إثرها لم يجز مقبوله. أنتقل بعد كده يا شباب ندخل بقى لبداية النص. يقول الشاعر: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل، يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت عني الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. طبعا يا شباب هنا يعني الكلمات بسيطة جدا، وعندي أمست، هو طبعا يعني الشاعر ما زال يؤكد
بعد سعاد عنه بعدا مكانيا ونفسيا، وامست وصارت بارض لا تصل اليها الا النوق النجائب القويه السريعه. طبعا وهو في البيت الثاني طبعا لا شك في انه لن يستطيع الوصول الى سعاد الا بناقه شديده، حتما ستصاب بالاعياء والتعب لطول الطريق ومشقه السفر. ويعني المعاني الكلمات الشباب كده، يعني انا المعاني كلها واضحه كده ما فيهاش اي مشاكل يعني. فننتقل الى معنى عذافره. ما هي العذافره؟ طبعا هو هنا امست اصبحت ولا يبلغها يعني لا يصل اليها. والعتاق شباب اللي هي الناقه النجيبه تمام، والمراسيل طبعا هي بتبقى يعني شديده هنا وسريعه، والعذافره هي الناقه الشديده. يبقى شباب العذافره الناقه الشديده، وعكسها طبعا اللي هي العجفان. والأين والإعياء طبعا اللي هو الأين التعب أو الإعياء وعكس الراحة. فهنا شباب يبقى معنى عذافرة في قوله لن يبلغها إلا عذافرة، هنا الناقة الشديدة. انتقل إلى سؤال آخر. عدد الفكرة الرئيسة للبيتين الأولين. أنا عندي البيت الأول شباب بيقول أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل. هنا شباب لما يجي يقول لي الفكرة الرئيسة، هل الفكرة الرئيسة هي عدم الاهتمام بالوشاة ولا بعد المحبوب عنه ولا الأمل في عفو الرسول أم حب حجر؟ طبعا أنا لسه قايل يا شباب هو الشاعر هنا بدأ، ولو تفتكر كده أفكرك طبعا بناء القصيدة. بناء القصيدة طبعا في العصر الجاهلي احنا هنقول طبعا لم يتغير، لأن بناء القصيدة شباب كما هو ما فيهوش تغيير. يبدأ طبعا بالبكاء على الاطلال والغزل، ثم الوصف، ثم ذلك تمام، ثم الدخول في الغرض، ثم ختم الابيات بحكمه. هنا شباب بيقول حدد الفكره الرئيسه للبيتين، هو هل عدم الاهتمام بالوشاة؟ هو بيتكلم على سعاد وعلى العذافره وعلى الاين والارقال. يبقى اذا يا شباب هو بعد المحبوبه، هو ما تحدثش هنا على عدم الاهتمام بالوشاة ولا ما تحدث عن الحب والهجر، هو تحدث عن سعاد. انتقل لسؤال اخر. هنا يا شباب العلاقات مهمه جدا يا شباب، يمكن العلاقات دي اساسيه في كل حاجه. هنا بيقول حدد ما يلي علاقه البيت الثاني بما قبله. البيت الثاني يا شباب هنا بيقول ولن يبلغها الا عذافره لها على الاين ارقال وتبغيل. لو تلاحظ كده حضرتك انا قلت من شويه لا يبلغها الا العتاق النجيبات المراسيل. العتاق انا قلت الناقه النجيبه، والنجيبات اللي هو الكريم الفاضل من الحيوان، ومفرد النجيبات النجيبة، والمراسيل اللي هي سريعة السير، سريعة السير، مفرد مراسيل مرسال، والعذافرة هي الناقة الشديدة، الناقة الشديدة، والأين اللي هو التعب يا شباب تمام، والإرقال سرعة السير. لاحظ هنا أنا بقول سرعة ومراسيل تمام، هل هو تعليل تمام أم هو نتيجة أم تفسير أم ترادف؟ فكر كده معايا، هتلاحظ كده حضرتك إن هو بيتكلم على نفس الكلام نفس المعاني، وده بيديني يا شباب ترادف، والترادف إن طبعًا الكلام بمعنى واحد. انتقل لسؤال آخر. لسه بنتكلم على منهج بناء القصيدة طبعًا في العصر الجاهلي، هل وافق الشاعر منهج بناء القصيدة الجاهلية؟ هل وافق هنا؟ هل هو بدأ بالوصف؟ بدأ بالمدح، بدأ بالفخر، بدأ بالغزل. يمكن هو الوحيد اللي هو كان مختلف في العصور كلها يا شباب، كان حضراتكم اللي هو عمرو بن كلثوم، كان اللي هو بدأ طبعا اختلف في بناء القصيدة الجاهلية انه بدأ بوصف الخمر، لكن الكل طبعا كان متفق في بناء القصيدة. لذلك هنا الشاعر وافق، وافق طبعا، وبدأ طبعا الشاعر طبعا بإيه؟ بالغزل، لأنه بدأ بيتكلم هنا يقول بانت سعاد، يبقى البدء بالغزل. عدد بما يلي الغرض الشعري الذي يمثله البيت الأخير. لاحظ كده معايا في البيت الأخير، البيت الأخير بيقول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لاحظ كده ركز كده، مين هو ابن أنثى؟ يعني ابن أنثى ده مين؟ وإن طالت سلامته ويوما على آلة حدباء. الحدباء يا شباب اللي هو النعش تمام، والابن أنثى الأنثى اللي هي الامرأة،
وجمع انثى اناث، وطالت امتدت. وطبعا السلامه اللي هو العمر، والمحمول هو المرفوع وعكس المتروك. تمام يا شباب؟ فهنا عندي، هنا بيقول كل ابن انثى وان طالت سلامته. مين بقى ابن انثى ده يا شباب؟ لاحظ معي ان ابن انثى ده يا شباب هو كنايه عن الانسان، كنايه، وده كنايه موصوف. والآلة الحدباء اللي هو برضو النعش، ده كنايه عن النعش. تمام؟ ولاحظ ان كل ابن انثى، هو بيقول الشاعر ان كل انسان يعني القضاء بتاعه يفيق ويعود للرشد ومستسلم لقدر الله، فكل انسان مهما طال العمر سيموت لا محاله. تمام؟ ويحمل على نعش. تمام؟ ليقبر او يدفن. وهنا على فكره الشباب يبدو ايمان كعب بالقضاء المحمي. هو هنا خلاص تقبل القضاء. فكل انسان معروف مهما طال عمر الانسان النهايه الموت. ده امر طبيعي. والنهايه انه طبعا سوف يحمل على في النعش وليدفن في القبر. فاذا طبعا هي الاجابه هتكون الحكمه. لكن هي ما فيهاش وصف او مدح او شكوى، لان هنا طبعا في يعني عوده الى الرشد واستسلم لقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. عندي هنا يقول زهير بيت جميل جدا يا شباب، يقول رايت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيحرم. ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني ايه معناه؟ المنايا الموت يا شباب، وخبط عشواء المقصود بها هي الناقه التي لا تبصر امامها. تمام؟ ليلا، فمن اصابته المنايا اهلكته، ومن اخطاته يطل عمره فيبلغ الهرم الكبر. فهل فيما اتفق واختلف هذا البيت مع قول الشاعر في البيت السادس؟ البيت السادس لسه قايلينه هنا، تسلم خلاص، استسلم للقضاء للقدر، كل ابن انثى وان طالت سلامته. هنا حضرتك بيقول ان من اصابته المنايا اهلكته، الموت يعني، ومن اخطاته العمر يطول، عمره بيطول. فهنا حضرتك هل زهير بيخالف الموت وكعب يتمنى الموت؟ يعني زهير شوف قال ايه في منايا، في موت، هل كلاهما يدرك حقيقة الموت؟ أم كعب يؤمن بالقضاء المحتوم أما زهير لا يؤمن؟ أم كلاهما مشغولان؟ فهنا هنشوف ايه شباب. الراجل ده كعب تحدث عن الاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى، ومهما طال الإنسان أو طال عمره الموت. هنا شباب بيقول من أصابته المنايا أهلكته، ومن أخطأته عمره يطول. يبقى إذن كلاهما يدرك حقيقة الموت. ننتقل لسؤال آخر. يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. إيه معنى الكلام ده شباب؟ هنا يا شباب لما بيقول يسعى الوشاة، يعني الأصدقاء تركوه وهجروه الرفاق، فالأخلاء الذين كان يرجو فيهم النصرة والتأييد لم يجدهم بجواره وتهربوا منه ودعوا أنهم مشغولون. فقلت دعوني أواجه قدر المحتوم، فما قدره الله سيكون ولا راد لقضائه. يبقى هو هنا يا شباب تخيل إن الأصدقاء الذين كان يعول عليهم ويرجو منهم النصرة والتأييد لم يجدهم بجواره وتهربوا منه، وكان الادعاء طبعا الشباب بانه مشغولون عنه. فهنا بيقول تنازعت عاطفتان للشاعر متضاربتان، وضحهم. هل البيت الاول اللي هو يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم انك يا ابن ابي سلمى لمقتول، هل عاطفه اليقين والبيت الثاني عاطفه الخوف، ام عاطفه الخوف والبيت الثاني عاطفه والبيت الثاني عاطفه اليقين، أم الأول عاطفة الشك والثاني عاطفة الخوف، أم البيت الأول عاطفة اليقين والبيت الثاني عاطفة الشك؟ هو طبعا لو جينا حضرتك تتخيل كده، هل هو في عاطفة يقين؟ لا، ما فيش يقين. هو زمايله أصدقائه تركوه، تمام، وقالوا له أنت مقتول، فما أعتقدش يقين. فحضرتك ألف ودال مش معايا. إذا حضرتك هيبقى في عاطفة شك، ناس بتقول انت مقتول، هيبقى في شك ولا خوف؟ لا، هيبقى في خوف. تمام؟ والتاني طبعا خلاص تركوه، وهو الراجل خلاص
في يقين عنده بان طبعا سبحانه وتعالى كل ما قدر الرحمن مفعول. يبقى اذا يا شباب الاجابه هي البيت الاول عاطفه الخوف والثاني عاطفه اليقين. انتقل لسؤال اخر، كل ابن انثى. انا يمكن وانا بشرح قلت كل ابن انثى، هنا طبعا كل ابن انثى يا شباب انا قلت مين هي ابن انثى، ولاحظ هنا يمكن الكنايه من ليها طبعا مع يعني نوعان او ثلاثه انواع عندي، كنايه، كنايه عن صفه، وكنايه عن موصوف، وكنايه عن نسبه. فلاحظ هنا حضرتك طبعا هو بيقول كل ابن انثى، هل هو تشبيه؟ انا ما شبهتش حاجه بحاجه. هل هو سجع؟ لا مفيش. هل هو استعاره تصريحيه؟ هو الراجل هنا بيقول كل ابن انثى، مين هو ابن انثى؟ الانسان يا شباب، الانسان. وده كنايه عن موصوف، ودايما الموصوف تعرفه ازاي وتفرقه بينه وبين الصفه؟ الموصوف فزوره يا شباب. يعني على سبيل المثال لما اقول لك بنات الاهرام هتقول لي كنايه عن مين؟ من الفراعنه. لغه الضاد كنايه عن اللغه العربيه، بنت عدنان كنايه عن اللغه العربيه، ده اسم موصوف. يا ابنة اليمن كنايه عن السفينه. لكن حضرتك الصفه لما اقول لك فلان اسمه في لوحه الشرف ده كنايه عن التفوق. فهنا حضرتك طبعا هي كنايه عن موصوف وهو الانسان. وطبعا سر جمال الكنايه الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتجسيم. عدد المحسن البديع. طبعا المحسنات البديعيه يمكن لازم تعرف حضرتك تفرق بين المحسن المعنوي والمحسن اللفظي. وعندي هنا بيقول يبلغ وتبغيل. تمام؟ يبلغها وتبغيل. لاحظ كده هل هو طباق؟ لو رجعت كده حضرتك للأبيات هنا بيقول لا يبلغها، يعني لا يصل إليها. تمام؟ طيب وعندي التبغيل بيقول لها على الأين إرقال وتبغيل، والتبغيل هو توسيع الخطوة. تمام؟ أو مشي فيه اختلاف. فيبقى إذا لو بيغلها بيقول لي لا يصل إليه، والتاني توسيع الخطوة. طب هل هو كده طبق؟ تمام؟ ولا حضرتك هيبقى سجع ولا مراعاة نظير؟ طبعا هو لا سجع ولا مراعاة نظير. طب هو طب الكلمتين عكس بعض؟ لا طبعا. فهو لاحظ ان هو ده جناس تمام ناقص، وطبعا واضح جدا من الحروف المتشابهه واختلاف الكلمه. حدد نوع الاسلوب. طبعا الاسلوب يا شباب انتوا عارفين ان الاسلوب عندي اسلوب انشائي واسلوب خبري، وعندي الاسلوب الانشائي بينقسم الى انشائي طلبي وغير طلبي، وعندي اسلوب ايضا يا شباب خبري واسلوب خبري لفظا انشائي معنى. فعندي هنا بقول فقلت خلوا سبيلي لا ابا لكم. تمام؟ خلوا يعني اتركوا، والسبيل يا شباب اللي هو الطريق، ولا ابا لكم هنا دعاء بفقد الاب. فلاحظ كده هنا بيقول لي لا ابا لكم، يعني هو بيقول دعوني اواجه قدر المحتوم، فما قدره الله سيكون ولا راد لقضائه. فهو هنا كلمه بقى لا ابا لكم، طبعا يا شباب هنا لا ابا لكم عندي خلوا سبيلي، ده اسلوب طبعا انشاء امر، هنا غرض الالتماس. اما لا ابا لكم هقول لك اسلوب خبري لفظا انشائي معنى، طبعا ده غرض يا شباب بيبقى الدعاء. يبقى لا ابا لكم هنا اسلوب خبري لفظا انشائي معنى غرضه الدعاء. استنتج من الابيات سمه من السمات الاسلوبيه للشاعر. السمات الاسلوبيه للشاعر طبعا دي مهمه جدا ولازم حضرتك تبقى مركز فيها. هل هو كان الشاعر هنا استخدم كثره محسنات بدعيه؟ هل الموسيقى كانت غير واضحه؟ هل البيت الاول عاطفه اليقين والبيت الثاني عاطفه الشك؟ ام قله الصور الخياليه لحاجه الموقف الى الاقناع العقلي؟ ونقف هنا في النقطه دي. هو يا شباب الشاعر نفسه هو بدا يظهر في القصيده في شيوع الفاظ اسلاميه بتدل على تاثر بالقران الكريم والاسلام، مثل قدر الرحمن تمام والرسول صلى الله عليه وسلم والقران، وده بيدل على الروح الاسلاميه للشاعر. فلذلك انا لما يجي يقول لي السمات الاسلوبيه غير السمات الشخصيه، السمات الشخصيه شباب هو شاعر قوي مؤمن في قوه شعور بعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ذو موهبه شعريه، جريء شجاع معترف ومقر بالذنب وحكيم وذو
نزعه دينيه. ده السمات الشخصيه عشان تفرق كده. لكن السمات الاسلوبيه من ناحيه الاسلوب استخدم ايه؟ تمام؟ هنقول طبعا هو شباب هو في كثره محسنات، في عدم وضوح، في عاطفه يقين. لا هو حضرتك طبعا هي قله الصور الخياليه. ليه؟ الموقف يعني تطلب ذلك، الموقف يعني كان في موقف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، تمام؟ وكان في ان هو لابد ان يعتذر، تمام، الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب العفو، فهنا الموقف ادعى الى قله الصور الخياليه واستخدم طبعا الاقناع العقلي، يبقى هنا قله الصور الخياليه. هنا قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ده كمال الايه شباب. هو هنا وكعب يقول: وقال كل خليل كنت امله لا الفينك، لا الفينك اني عنك مشغول. الايه القرانيه يا شباب، وبيقول هنا ربنا سبحانه وتعالى: الاصدقاء على معاصي الله في الدين يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامه، لكن الذين تصادقوا على تقوى الله فإن صداقتهم دائمة في الدنيا والآخرة. ده كلام ربنا. لكن كعب هنا قال إن كل خليل كنت أمله، يعني كان يتمنى، لكن ما كانش حد من الأصدقاء. في الآية والبيت السابقين بيظهر ملمحا من ملامح النفس البشرية. هل ملامح النفس البشرية كيد الإنسان لأخيه الإنسان؟ أم حب الصالحين بعضهم لبعض؟ أم الخوف من الموت؟ أم هجر الرفاق عند الشدة؟ والآية بيّنت: الذين تصادقوا على تقوى الله فإن الصداقة دائمة في الدنيا والآخرة، بعكس الأصدقاء على المعاصي، على معاصي الله، تمام؟ لهم يتبرؤون من بعض يوم القيامة. الآية هنا كان بيرجوهم، لكن الكل يعني تنصل وبعد عن كعب. يبقى هل هو كيد الإنسان أم الخوف؟ طبعا هو مفيش كيد إنسان، تمام؟ لكن هو ده شدة يا شباب، فالرفاق هجروه في وقت الشدة، وتخيل أنهم سوف يكونوا معه، لكن أصبح وحيدا وتركوه. إذا يبقى الإجابة يا شباب هجر الرفاق عند الشدة. طبعا أنا لسه قايل بيظهر في القصيدة شيوع ألفاظ إسلامية بتدل على التأثر بالقرآن الكريم والإسلام. حدد البيت الذي يعبر عن ذلك المعنى. ألفاظ القرآن الكريم، إيه هي الألفاظ اللي موجودة، تمام، فيها؟ لاحظ كده عندي: سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة، عندي عذافرة، عندي بعد ذلك: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم يا ابن بسلمى إنك لمقتول، أنا ما شايفش ألفاظ لغاية دلوقتي. بعدين: وقال كل خليل كنت أمله لا ألفينك إني عنك مشغول. وعند البيت الخامس الشباب: قلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول، تمام. يبقى عندي هنا شباب الكلمة طبعا هو البيت، عندي الرابع، تمام، وأنتقل إلى سؤال آخر. عاطفة الشاعر عندي هنا شباب بيقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. هو عاطفة الشاعر إيه؟ هل عاطفة الشاعر لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم كانت هجاء أم كانت فخر أم كان حماسة؟ طبعا هجاء يا شباب ما أعتقدش إن فيه هجاء، وفخر هو ما دخلش هنا فيها أي حاجة بتدل على الفخر ولا حماسة، لكن هي طبعا يا شباب كانت العاطفة واضحة جدا في الأبيات، هي عاطفة مين؟ الخوف والرجاء، لأن مفيش هنا أصلا يا شباب لا هجاء ولا حماسة ولا فخر. الغرض الشعري بقى يا شباب، طبعا الغرض الشعري الذي تناولته الأبيات هو غرض هجاء ولا وصف ولا حماسة ولا مدح. كده نفكر مع بعض شوية، احنا لسه يمكن مجاوبين حاجة بسيطة جدا. يمكن هنا الشباب غرض النص ايه؟ خلي بالي يا شباب عندي يمكن النص بدايته هو ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وكان في اعتذار وكان في مدح، تمام، ليعفو عنه. فلو حضرتك
قلتك كده ركزت انا من شويه السؤال اللي قبله، قلت الهجاء ما فيش ولا وصف ولا حماس، يبقى اذا هو مين؟ المدح. وتذكره طبعا للشباب للمدح نوعان. النوع الاول مدح شخص بما يستحق من صفات طيبه، كما في مدح كعب للرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا يعني ايه بصدده. النوع الثاني مدح الانسان بغرض الحصول على المال والعطايا، وفيه كثير من التملق والنفاق. يبقى حضرتك كده للمدح نوعان، للمدح نوعان. النوع الاولاني زي ما قلت لك كده، النوع الاولاني عندي مدح شخص بما يستحق من صفات طيبه، كما في مدح كعب للرسول صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو مدح الانسان بغرض الحصول على المال والعطايا، وفيه كثير من التملق. ولو تلاحظ ان الغرض الشعري مع عاطفه الخوف والرجاء، وخصوصا الاعجاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل للون البياني في قوله يستضاء به. عندي يقول ان الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. لو جينا كده مع بعض خدناها شباب، هقول لك هو عايز يستضاء به، ما عايش عايز حضرتك ان الرسول لنور. ولو رجعنا ان الرسول لنور، هنا تشبيه بليغ، شبه الرسول بالنور، تمام، وهنا سر جمال التوضيح. لكن هو عايز يستضاء به، يستضاء به هنا ايه يا شباب؟ ولاحظ برضو كذلك عندي مهند، برضو ان الرسول مهند، تمام، وسيوف الله، تمام، دي كنايه عن رجال الله، خلي بالك. فانا عايز دلوقتي يستضاء، ايه اللي يستضاء به؟ فلاحظ كده ان دي حضرتك هي استعاره مكنيه. طب ليه بقى؟ شبه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالمصباح الذي يهتدى به في الظلام، وهنا سر جماله التوضيح. وهذا يوحي بعظمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمو الرساله، تمام، ولذلك استخدم الفعل هنا مبنيا للمجهول، يوحي بكثره المهتدين يستضاء به، تمام، وعظمه فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على البشريه. ننتقل الى النص المتحرر. طبعا النص المتحرر هو يمكن هنقول يعني محاكاه للنص السابق، بحيث يا شباب نقدر نحاول نتعرف على كيفيه تحليل النصوص. قال حسان بن ثابت في الصحابه: قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. أعفة ذكرت في الوحي، في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يذري بهم طمع، أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونى نصرهم عنه وما نزع. هنا طبعا عايز الغرض الشعري، الغرض الشعري يا شباب للأبيات. لو جينا نركز في حسان بن ثابت، هو بيتحدث عن مين؟ تمام؟ بيتحدث هنا عن الصحابة، تمام؟ ويمكن حسان بن ثابت، تمام، كان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شاعر مخضرم أيضا، وقيل أنه عاش 120 سنة، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، ودافع عن الإسلام ودافع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولقب بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي في عهد معاوية سنة 54 من الهجرة. وطبعا يمكن النص ده كان فيه وفود أتت إلى المدينة المبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى وفد قبيلة بني تميم، وألقى شعرهم أبياتا في الفخر بقومه، فأذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت بالرد عليه، فارتجل هذه القصيدة يمدح فيها ويشيد فيها بالإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، ومنها هذه الأبيات، تمام يا شباب. فكده حدد مما يلي: الغرض الشعري الذي تناولته الأبيات، هل هو الهجاء؟ هل هو الوصف؟ هل هو الحماسة؟ أم هو المدح؟ أنا ممكن أوضح ليك كده سريعا. هنا بيقول هم قوم أشداء على عدوهم في المعارك، رحماء بينهم، فهم يضرون العدو وينفعون الصديق، ويرحم بعضهم بعض. وهذه الطباع السجية أصيلة فيهم، مستقرة في نفوسهم، فإن السلوكيات المستحدثة
ضلالات فاسدة بتدخل النار. تمام؟ فده اللي هو شباب. وبعد كده تحدث على بيقول أعفة، تمام، ذكرت في الوحي عفتهم. هنا معناها طبعا يا شباب ان القرآن وقد مدح القرآن شرفهم وعفتهم وقناعتهم، بالإضافة ان هم كمان يعني متواضعون لا يتكبرون اذا انتصروا ولا يصيبهم الخوف او الهلع عند الشدائد. كذلك هم قوم كرام يعفون عند المقدرة، ولكن لا تفكر ان تنال من شيء يحمونه لانه الرد طبعا سيكون قويا شديدا. تمام يا شباب. وعندي البيت اللي هو اعطوا نبي الهدى. هنا يا شباب بيقول انهم اطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتزموا بذلك، فلم يضع في التأييد له او يتخلفوا عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا من خلال شرح الابيات ومن خلال مناسبة النص، اذا طبعا يا شباب الاجابة هي هتكون المدح. يبقى يا شباب الغرض الشعري هنا المدح. انتقل لسؤال اخر، سجية. طبعا يا شباب عشان سياق المعنى وهي موجودة هنا عندي في بداية البيت الثاني، هي بيقول سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق شرها البدع. فاعلم هنا طبعا ده شباب هنا اعتراضية. طيب أرجع كده أقول سجية، تمام، يعني طباع أصيلة، ولا يعني هو بيقول إن السجية دي الطباع الأصيلة، تمام، فيهم مستقرة في النفوس، والسلوكيات المستحدثة ضلالات فاسدة بتدخل النار. تمام يا شباب. طيب يبقى هنختار يا شباب، هل طبيعة ولا سنة ولا طريقة ولا فريضة؟ أنا برضو من خلال الشرح وأنا شرحت الأبيات فواضحة جدا طبعا يا شباب اللي هي عندي الطبيعة، يبقى الطبيعة فيهم مش حاجة مستحدثة. يعني ننتقل إلى سؤال آخر، استنتج مما يلي الصفة التي أراد الشاعر أن يثبتها في البيت الأول. البيت الأول أرجع له وبيقول قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفع. إيه بقى الشباب اللي إيه الصفة؟ هل الصفة منزلة الصحابة ولا طاعة الصحابة أم قوة الصحابة أم تقوى الصحابة؟ هقول تاني يا شباب، هو على فكرة بيتكلم بيقول هم أشداء على عدوهم في المعارك، هم رحماء، تمام، وبعدين قال يضرون العدو وينفعون الصديق ويرحم بعضهم بعضا. لاحظ كده بقول هم أشداء، هم أشداء على عدوهم في المعارك رحماء بينهم، وهم يضرون العدو وينفعون الصديق. هل كده منزلة الصحابة أم طاعة الصحابة أم قوة الصحابة أم تقوى الصحابة؟ طبعا هي يا شباب هي قوة الصحابة. لما بقول لك أشداء في المعارك، أشداء في قوة هنا، تمام، بالإضافة كمان قلت رحماء بينهم وهم يضرون العدو وينفعون الصديق. يبقى هنا يا شباب هي قوة الصحابة، لأن هي لا تكون منزلة الصحابة ولا طاعة الصحابة، وما فيش طاعة هنا ولا تقوى الصحابة لم يأتي بشيء منها. كذلك في عندي بيقول قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، ودي طبيعة فيهم. عندي بقى هي ثانية يا شباب العلاقة، استنتج العلاقة بين شطري البيت الأول. البيت الأول بيقول قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفع. عندي هنا يا شباب العلاقة، هل علاقة ترادف أم علاقة مقابلة أم تعليل أم نتيجة؟ تمام، فكر كده معايا. وهو بيقول قوم، أنا لسه قايل هم أشداء، هم أشداء على عدوهم في المعارك، تمام. عندي بعد كده قوم إذا حاربوا، أدي البيت، والشطر الثانية حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، تمام. فأنا عايز هنا يا شباب العلاقة، تمام، إيه العلاقة هنا يا شباب؟ ملاحظ اللي هو كمان حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، هنا ده كناية عن صفة اللي هي تعصل الصفات
الكريمه طبعا، واللي هي سجيه فيهم، وحاولوا النفع كنايه عن صفه الرحمه بالمسلمين. تمام، وقلنا برضو سر جمال الكنايه الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. يبقى حضرتك حاولوا النفع، تمام، يبقى دي كنايه عن صفه الرحمه بالمسلمين وقوه الترابط. وخلي بالي ايضا يا شباب، هو هنا الشاعر متاثر في البيت الاول بقوم اذا حاربوا ضروا عدوهم، هنا تاثر بقول الله سبحانه وتعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم. تمام، فعندي بعد كده يبقى الاجابه شباب العلاقه، ويا ريت تركزوا على العلاقات مهمه جدا، هي مقابله، هي مقابله بين شطري البيت. وضح اثر الاسلام على اختيار الالفاظ في القصيده. احنا زي ما قلنا الاسلام الشباب هل مالت الالفاظ الى الغموض ام الى الوضوح والعذوبه ام الى التعقيد اللفظي ام مالت الى الجمود؟ لو عدنا كده طبعا وقلنا اثر الاسلام على اختيار الالفاظ، هل الالفاظ اللي حصل لها، وانا اعطيت لمحه بسيطه جدا يا شباب على ايه موضوع اختيار الالفاظ وتهذيب الالفاظ في عصر صدر الاسلام. طبعا الالفاظ يا شباب هي لم تكن طبعا فيها غموض، ولم يكن فيها تعقيد لفظي، ولم تكن فيها جمود، لكن الالفاظ يا شباب كان فيها تهذيب الفاظ، كانت الفاظ واضحه، الفاظ عذوبه، قلنا ادخلنا الفاظ كثيره يا شباب. تمام، لكن لم يكن فيها شيء من الغموض ولا التعقيد اللفظي ولا مالت الالفاظ الى الجمود. يبقى هنا يا شباب الاجابه مالت الالفاظ الى الوضوح والعذوب. كنا مع حلقه من حلقات اللغه العربيه للصف الاول الثانوي، كان معكم دكتور حسام البدري فريق اللغة العربية، بشكر القائمين على منصة البث المباشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.